تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الوطن اليوم. نبدأها كالمعتاد وإياكم مشاهدينا من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. الملك سلمان يجري محادثات مع الرئيس عون في الرياض. عمليات نوعية للقوات السعودية ضد الميليشيات قرب الحدود. ووفاة رجل وطفلة في حريق منزل في القطيف. أما مشاهدين أبرز الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم: السعودية تستهدف دعم خزانتها ب 75 بليون ريال عبر مراجعة مشاريع حكومية، والتخرج من معهد للعقار شرط الحصول على ترخيص بالنشاط. أهلا بكم. تستهدف السعودية تدعيم موارد خزانتها عبر خفض قيمة عقود مشاريع حكومية عدة بقيمة تصل إلى 75 بليون ريال. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن مصدرين مطلعين قالا للوكالة إن وزارة الاقتصاد والتخطيط استعانت بشركة برايس ووترهاوس كوبرز التي تعتبر واحدة من أكبر أربع شركات الخدمات المهنية في العالم لمراجعة عقود مشاريع تصل قيمتها إلى 259 بليون ريال. واختيرت وزارات الإسكان والتعليم والنقل والصحة لمراجعة العقود التي سبق أن تم منحها. إضافة إلى ذلك، ستعمل الشركة المنتشرة في 150 بلدا حول العالم على تقديم المشورة من أجل خصخصة القطاعات وخفض كلفة المشاريع الحكومية. للحديث عن الموضوع أكثر مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الجبال الخبير الاقتصادي فضل البعينين. أستاذ فضل، مساء الخير، أهلا بك معنا. بشكل أكثر تبسيطا، ماذا يعني خفض قيمة عقود مشاريع حكومية بما يدر موارد مالية على خزانة الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ثلاث محاور لهذا الأمر. الأول ما يتعلق بالتكلفة الحقيقية للمشروعات، وهذا يعني إعادة تقييم هذه المشروعات بما يتوافق مع تكلفتها الحقيقية. المحور الثاني هو عدم الازدواجية في طرح المشروعات. بعض الوزارات تقوم بطرح بعض المشروعات التي يمكن أن تكون هناك فيها ازدواجية بين وزارة ووزارة أخرى، وبالتالي حجب بعض المشروعات طالما أن هناك مشروع يمكن أن يغني عنها. الأمر الثالث ما يتعلق بالهدر في التنفيذ، وهذا أمر غاية في الأهمية. الحكومة اليوم تركز على تحقيق كفاءة الإنفاق. أعتقد هذه هي الثلاث المحاور الأساسية. وبجانب آخر يمكن أن أقول أن في ميزانية العام 2016 استطاعت الحكومة توفير ما يقرب من 100 مليار ريال من كفاءة الإنفاق. نعم. طيب أستاذ فضل، هل من انعكاسات سلبية كانت أم إيجابية على من سيرسي عليه عقد أي مشروع بعد خفض قيمة المطروحة؟ لنكون واقعيين، أي عقد تم إرساءه بتكلفة أعلى فأي خصم يحدث فيه سيكون هناك انعكاس على من استلم هذا المشروع. انعكاس سلبي؟ سلبي طبعا. نعم. ولكن هذه السلبية لا تعني أن تحمل من سيقوم بتنفيذ هذا المشروع خسائر، بل العكس من ذلك، هي ستقلص من تضخم أرباحه التي وضعها في البداية وفقا لما تم وضعه من تقييم أولي للمشروع. اليوم سيصبح هناك تقييم حقيقي للتكلفة، وبالتالي سيسمح للمنفذين بتحقيق أرباح جيدة، ولكن لن يكلف الحكومة أيضا مصاريف إضافية يمكن توفيرها من خلال تحقيق كفاءة الإنفاق. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر وهو المهم، عندما نتحدث عن المقاول فنحن نتحدث عن شركة، ولكن عندما نتحدث عن الحكومة فنحن نتحدث عن الشعب. وبالتالي الوفر المالي الذي ستوفره الحكومة من خلال هذه المراجعة سينعكس إيجابا على ميزانية الدولة، وبالتالي على الشعب بشكل عام. أضيف إلى ذلك، وهذا الأكثر أهمية، أن هناك الآن إعادة لدراسة جدوى وجودة
المشاريع التي سيتم تنفيذها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع. نستغل وجودك معنا أستاذ فضل بالسؤال، ماذا يمثل مبلغ 75 بليون ريال من أهمية بالنسبة لخزانة المملكة هذا العام، وهو المبلغ المتوقع رد إلى الخزانة نتيجة مراجعة المشاريع الحكومية؟ عندما نتحدث عن الإيرادات الحكومية في العام الماضي فنحن نتحدث عن مبالغ تتراوح بين 500 إلى 600 مليار ريال. إذا اليوم عندما نتحدث عن 75 مليار فأنا نتحدث عن ما يقرب من 12 إلى 13% من الإيرادات الحكومية، فلكي أن تتخيلي حجم هذا الوفر وانعكاسه الإيجابي على التوازن المالي من جانب، وعلى أيضا الأعباء المالية التي ستتحملها الحكومة مستقبلا. إذا هذا يشكل وفرا كبيرا يخفض من التزامات الحكومة من جانب، ويعطيها أيضا بعدا آخرا لإنفاق مثل هذه الأموال في مشروعات أكثر جدوى واحتياجا لها في الاقتصاد. نعم أستاذ فضل، فهمت من كلام حضرتك أنه هذه الخطوة لم تكن جديدة على المملكة، العام الماضي أيضا انتهجتها الجهات الحكومية، ماذا عن الأعوام الماضية ولماذا هذا التجديد بالتحديد على هذا العام؟ التجديد طبعا هي بدأت في العام 2016، التغير الوحيد أن اليوم نحن نعتمد على شركة خارجية لتحقيق هذا الهدف. في العام 2016 وزارة المالية طبقت هذا النظام ونجحت في توفير 100 مليار من خلال مراجعة المشروعات. اليوم أصبح العمل أكثر مؤسسية من خلال استقلالية تامة لشركة مستقلة تقوم بهذه المراجعة. لماذا في السنتين الحاليتين لدينا تغير كبير في الاقتصاد، إعادة هيكلة، أيضا إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كان له دور كبير في عملية المراجعة والتدقيق وتحقيق كفاءة الإنفاق. النقطة الأكثر أهمية، نعم، أن اليوم المملكة في حاجة لكل ريال لأسباب مرتبطة بانخفاض أسعار النفط وانخفاض الدخل الحكومي، فبالتالي يجب أن نكون أكثر ترشيدا وتحقيقا لكفاءة الإنفاق مما كنا عليه من قبل. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من الجبال الخبير الاقتصادي الأستاذ فضل البعينين. في موضوع آخر مشاهدينا، كشف مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبد الرحمن الخيال أن الهيئة المزمع انطلاق عملها خلال المدة القريبة المقبلة ستضع الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية مع إلزام ممارسي الأنشطة العقارية بالتدريب والتهيئة من خلال الدورات التي تقدمها المعاهد المرخصة، مشددا على أن الهيئة ستشترط التأهيل لكافة ممارسي النشاط العقاري. وأفصح خلال ندوة عقدها أمس الأول في غرفة تجارة وصناعة جدة عن انتقال عدد من المهمات من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها رسوم الأراضي البيضاء واتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية والبيع على الخريطة، واصفا هذه الأنشطة بأنها من اختصاص هيئة العقار وليست من اختصاصات وزارة الإسكان. أيضا مشاهدينا، حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة عبد الله الأحمري رئيس لجنة التقييم العقاري. أستاذ عبد الله مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا، أهمية هذه الخطوة ولماذا جاءت الآن بالتحديد؟ مساء الخير لك والسيدات والسادة المشاهدين. مساء النور. بسم الله والحمد لله. حقيقة يعني العقار في المملكة العربية السعودية هو يعد من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، وهو يعتبر ثاني رافد اقتصادي مهم بعد البترول. فالمملكة الآن لديها توجه ولديها رؤية على أساس أنها تستغل كل الموارد سواء كانت من العقارات أو غير العقارات وتطويرها، والاتجاه إلى صناعة العقار ليكون كصناعة وليس كمهنة. فحينما أنشأت وزارة الإسكان ثم وزارة هيئة العقار
الهيئة سوف ينوط بها عدد من المهام مثل ما تفضلت في بداية مقدمة حديثك، من ضمنها البيع على الخارطة وكذلك رسوم الأراضي، إضافة إلى التقييم وإلى نشاط العقار سواء كان في الوساطة العقارية أو في دراسة الجدوى أو في التسويق العقاري. فلا بد هذه أن تكون لها مرجعية، وأن يكون هناك معاهد متخصصة تقوم تأخذ تراخيص من هذه الهيئة من أجل تأهيل الشباب للانخراط في هذه الصناعة الواعدة والتي سوف تعود عليهم بالنفع، لأن مثل ما قلت في سابق حديثي المملكة لها توجه كبير في الاستثمارات، والعقار هو يهم الخليج بصفة عامة والعرب بصفة عامة، بصفة الخليج بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، لكون أن المملكة فتحت المجال للاستثمارات سواء كانت التشييد والبناء أو البيع والشراء والتطوير في العقار. متى سيبدأ تطبيق هذه الخطوة أستاذ عبد الله؟ بعد البدء في إعلان الهيئة وتطبيق النظام والانتهاء من اللوائح التنفيذية واللوائح التفسيرية المنظمة لهذه الهيئة، سوف هو الآن هو عبارة عن دراسات، وهو جمع المعلومات وأخذ الآراء من المختصين. لدينا بالفعل عندنا أصحاب رأس ميل كبيرة في العقار وهم مختصين، فهذولا من الخطوط الحمراء، ولكن بالنسبة للشباب الذي سوف يعمل في المكاتب العقارية أو الوساطة العقارية أو في الشركات العقارية يجب أن يكون مؤهل وأن يكون اولا لديه خبره وجرايه عن السوق العقاريه. بحسب معلوماتكم استاذ عبد الله، هذه الدورات هل ستكون مقابل مبالغ ماليه ام هي مجانيه؟ لا بالتاكيد، لانه في هناك عندنا المؤسسه العامه للتدريب المهني والفني، فهذه لا تاخذ مقابل من احد، ولكن الآن أصبح كل شيء لدينا أصبح كل شيء استثمار. بعد إنشاء المجلس الأعلى الاقتصادي، فهو من يقوم بالتخطيط ويقوم على 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 رأس قائمة هذا الاقتصاد ودراسة الجدوى لكل سلعة ولكل نشاط حتى تتحول المملكة وتتفق مع رؤية 2030 حتى يصبح بلد منتج بدل ما يكون بلد مستهلك. إذن هي مقابل مبالغ مالية. أيضا أود أن أسألك أستاذ عبد الله، كم مدة الدورة وهل هي متاحة للجنسين أم فقط للرجال؟ بالتأكيد هي متاحة، وأنا حقيقة لا أود أن أسبق اللائحة التفسيرية أو اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولكن هي فقط للإطلاع أستاذ عبد الله. فهو الآن هو متاح لكل الجنسين، وعندنا الآن مؤسسات وشركات يديرها سيدات وهي ملك للسيدات، وهم يعملن في السوق العقارية، فليس هناك تفرقة لا بين الذكور ولا بين الإناث. طيب، هل نتوقع ارتفاع أجور ممارسي الأنشطة العقارية بعد إلزام هذه الخطوة؟ لا، ما اعتقد انه حيكون فيه هناك رقابه، حيكون فيه رقابه صارمه، حيكون السوق منظم، تنظيم جيد جدا، يكون بعيدا عن التغرير بالمتعاملين في السوق العقاريه، يكون المسوق او الممارس لمهنة الوساطة العقارية يكون مؤهل ويؤاخذ فيما بعد إن كان هناك في غش أو تدليس في تعامله مع المستهلكين.
طيب في أقل من نصف دقيقة من الوقت بشكل مختصر أستاذ عبد الله، انتقال عدد من المهمات من وزارة الإسكان إلى هيئة العقار، إلى أي حد ستخدم قطاع العقارات في المملكة، خاصة وأن المملكة تتطلع إلى الازدهار في هذا المجال ضمن خطتها لعام 2030؟ الوزارة لديها مسؤولية أخرى التي تعنى بالإسكان وما أشبه الإسكان، ولكن بالنسبة للأعمال والنشاطات العقارية يجب أن تكون لها هيئة متخصصة وأن يشارك فيها من أصحاب المهنة الأساسيين الذين لهم باع طويل فيها، إضافة إلى خليط من الأكاديميين والممثلين لقطاعات عدة، حتى تكون هذه الهيئة تكون واعدة وتكون لها أنشطة تعنى فيها، لأنها هي مسؤولة عنها وتحت رقابتها وتحت مسؤوليتها، وتسن التشريعات والجزاءات التي تجعل السوق يكون منظم تنظيما راقيا. شكرا جزيلا لهذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من جدة الأستاذ عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التقييم العقاري. قبل أن ننتقل إلى فاصل مشاهدينا، انتقلنا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري، وفيها: مدني القطيف إخماد حريق في منزل نتج عنه وفاة رجل وطفلة. وزير الصحة: إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر على الصحة وهي دور متكامل مع كثير من الجهات. الجمارك يمنع استيراد السلع الاستهلاكية المستعملة كالثلاجات والغسالات، ويستثنى من ذلك سلع الاستخدام الشخصي. أمانة القصيم تنهي أعمال نزع ملكيات بقيمة 920 مليون ريال. أما الآن مشاهدينا فنتحول إلى فصل قصير، ومن بعده نعاود برنامج الوطن اليوم، ابقوا معنا. أحييكم من جديد. تستمر يد الخير المعطاءة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا في عامها الرابع على التوالي، بتقديم كل المساعدات المتاحة من كسوة الشتاء إلى لوازم صحية. فقد تلقت قرابة 500 أسرة سورية مساعدات من الحملة الوطنية السعودية لمواجهة فصل الشتاء البارد. تريسي أبي عاصي والتفاصيل في سياق التقرير التالي. حيث يحط البرد رحاله، تبادر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا وللسنة الرابعة على التوالي إلى رفد النازحين السوريين في لبنان بكسوة الشتاء. المحطة كانت في ضد الكورة في الشمال اللبناني، حيث كان الموعد مع لفتة كريمة تستفيد منها قرابة 500 عائلة، فمما تتألف كل حصة. الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين توزع للمرة الرابعة في منطقة ضد الكورة، وهي منطقة باردة، والفترات السابقة وزعت الأكثر حاجة ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل. نحن اليوم عندنا توزيع ل 485 عائلة سورية نازحة متواجدة في الكورة، بالإضافة إلى العائلات اللي سبق أن وزعنا لها. والتوزيع تحتوي على بطانيات، ألبسة، أدوات سفرة، متممات للصفر هي السكاكين ومعالق الشوك، والحقيبة الشخصية اللي للعناية الشخصية هي اللي تحتوي على كريمات للحلاقة وكريم للأسنان، معجون أسنان وفراشة أسنان وشفرات حلاقة وصابون. وفيما يشهد لبنان شتاء قاسيا يزيده قصاوة برد قارص، تتنقل الحملة من الكرة اللبنانية الأكثر برودة إلى الأقل نسبيا، رأفة منها بحال النازحين. نحن عم نوزع بالتتابع بين منطقة ومنطقة للحاجات، عم نبلش نبدأ بالمناطق الباردة، مثلا وزعنا في سير، وزعنا في عرسال، وزعنا في ضمن البقاع، وزعنا في بعلبك، فعدة مناطق من لبنان عم بنوزع فيها. بعدما أطل العام 2017 على النازحين بعيدا عن دفء منازلهم، تنحبس الدموع في العيون لتعبر عنها عبارات الامتنان والشكر. والله في وضع صعب، يعني ما في حدا غير الله والله معي. عندي ثلاثة أولاد أنا، جوزي متوفي الله يرحمه. والله حاجتنا ولسه والله بحاجة، جار البيوت عايفين حالنا بجار البيوت ما عندناش. صعب كثير؟
إيه والله أدفع 200 دولار غرفة، والله غرفة. مين ما أخذتني يعني أولادي؟ في عندي 5 أولاد وبرد، يعني السنة بارد كتير وإن شاء الله المزيد، يعني لأنه هون بلبنان يعني في برد كتير. الله يعطيهم ألف عافية، كتر خيرهم عن جد، يعني كتير عم إنه هلا بالشتوية كتير يعني محتاجينها، يعني عيلة كبيرة، وإنه هلا الأمم شايلينا، يعني ما بيعطونا من الأمم المساعدات، عم تشيلنا يعني هيك الجمعيات كتير عم تشيل معنا. في صعوبة بالوضع بكل شيء، بس الحمد لله ماشي الحال. إن برنامج شقيقي دفئك هدفي، وشقيقي سفرتك هنية، وشقيقي صحتك غالية تمثل بارقة أمل لأولئك الذين يفتقدونه وبشدة. يبقى هم النازحين السوريين إلى لبنان ضمان سقف آمن يأويهم من البقاء في العراء وتوفير العيش الكريم لعائلاتهم ولو بأقل مستوى ممكن من الحياة الكريمة. لأخبار الآن، تريسي أبي أنطون، لبنان. تهدف المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في قطاع العمل من 5% إلى 28% خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشكل إتاحة وسيلة للنساء للذهاب إلى العمل أحد أهم العوامل لتحقيق ذلك. وتأمل السعودية أن تدعم تطبيقات طلب سيارات الأجرة الخاصة خطتها لضم 1,300,000 امرأة إلى سوق العمل بحلول عام 2030. كنساء في السعودية ليس لنا مسموح السياقة ولا ليس لنا المال لجلب سائق وسيارة، فتطبيق كريم وفر علينا جميع هذه المشاكل. إحنا موظفات نحتاج هالشيء، نحتاج وسيلة مواصلات أسرع، والمريح إنه يعني كويس إنه التطبيق عن طريق الجوال، فنطلب ننتظر كم دقيقة له واصل، يعني شيء مريح صراحة. من أكبر مميزات أوبر إنه يمنحك الفرصة إنك تشتغل بسيارتك وتكون مدير نفسك وتتحكم تماماً بالوقت اللي أنت تشتغل فيه. بالعكس، أنا أشوف الخدمة في كريم يعني مش أي فيها أي إحراج، أو بالعكس هذه خدمة لي أنا كرزق لي، وخدمة للشعب، خدمة للناس إني أوصلهم. وقبل كل هذا أمان بعد الله، يعني كريم أنا معروف مين أنا، اسمي عندهم، سيارتي معروفة، بطاقاتي، كل شيء موجود، فأمان بعد الله أن هالخدمة يعني جدا ممتازة ومريحة بالنسبة لي، أنا مرتاح جدا فيها يعني وأشتغل على راحتي يعني. انطلق موسم بطولات جمال الخيل العربي الأصيل في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 350 خيلا من داخل وخارج المملكة في مسابقة حظيت باهتمام كثير من تجار ومدربي الخيل بالإضافة إلى سياح من محبي الخيول. التقرير التالي مشاهدينا والتفاصيل. جميل وشجاع ووفي، هكذا رسخت صورة الحصان العربي في الثقافة العربية منذ مئات السنين. فمن داخل مركز الملك عبد العزيز للخيول العربية الأصيلة شارك أكثر من 350 فرسا من الخيول العربية، ولكن بطولة هذا العام لم تكن كسابقها، فجذبت البطولة هذا العام حضورا نسائيا كبيرا للسعوديات بين مشاركات ومشاهدات. اليوم هناك حضور نسائي وهناك فارسات سعوديات حققنا مراكز كبيرة، هناك أيضا يعني مهرات وأمهار وأفراس كلها محلية وسعودية المنشأ والولادة أيضا كلها تشارك في هذه البطولة لأول مرة بعدد أكثر من 350 رأس أيضا، وهذا يدل أيضا على اهتمام جميع الفئات في المجتمع السعودي ذكورا وإناثا برياضة الخيل. تخضع الخيول العربية المشاركة في البطولة إلى التقييم في جوانب عديدة تتعلق برشاقة وجمال هيئتها وحركتها، مما دفع منظمي البطولة إلى دعوة حكام من المجر وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبولندا. أتولى التحكيم في هذه الفئات بشكل سليم، لذا نحاول أن يكون لدينا تصنيف جيد وأن نضع أفضل حصان في المقدمة. ولم يقتصر الحضور في مسابقة جمال الخيول العربية في الرياض على أصحاب الخيول،
فقد جذبت المسابقة أنظار تجار خيل ومدربين وسائحين جاءوا خصيصا للاستمتاع بمشاهدة جمال الخيل العربية الأصيلة. أنا من هواة الخيل، بركب خيل من زمان، والخيل العربية تحديدا يعني إلى عشق معها يعني فترة طويلة. فجاي جيت ومعي بنتي مشان نستمتع بالجمال الخيل. تتميز السعودية منذ القرن السادس عشر بتربية خيول عربية أصيلة وتدريبها بعناية، الأمر الذي دفع العائلات الأرستقراطية والملكية في أوروبا على إرسال مبعوثين للصحاري العربية لجلب خيول عربية أصيلة وتربيتها في اسطبلات الخيل الخاصة بها. وسم مختلف مشاهدين تفاعل معه السعوديون اليوم، وسم رومانسي أطلقوا عليه عنوان سأكتب على جدار العاشقين، وجذب الوسم أكثر من 40,000 تغريدة اتسمت غالبيتها بالفكاهة والطرافة. أبرز تلك التغريدات التي رصدناها لكم مشاهدين اليوم هي: نبدأ من استشاري السلامة المهنية علي الحميد الذي غرد قائلا سأكتب على جدار العاشقين اذهبوا إلى العمل فهو أفضل لكم بانتظاركم الكثير من المصاريف والالتزامات. تغريدة أخرى من الكاتب بسام فتيني قال فيها سأكتب على جدار مدارسكم فقط. الإعلامي المعتصم طراب زوني شارك فيديو للنجم المصري عادل إمام يثير الضحك. وحتى شبكة خرابيش غردت بحسابها الرسمي سأكتب على جدار العاشقين وحده حب الأكل يدوم. إذن بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الوطن اليوم، أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء.